بسمع مني رح نحكي عن فئة من المجتمع هي موجودة معنا، موجودة بيناتنا، يمكن مش كتار بيعرفوا أنه هيدي الفئة من الناس هي بحاجة لمتابعة، سواء على الصعيد النفسي أو حتى أيضا على متابعة بحياتها العادية، على كيف نقدر نحن نرافقها، كيف نقدر نحن نخلق لها هيك مساحة بالمجتمع تتقدر هي تحس حالها أنها هي منخرطة فيها. عم نحكي عن المكفوفين، خاصة أنه نحن بوقت عم نحكي فيه عن يوم العصا، هيك بيقولوا عنها، ورح نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع دارين صالح المعالجة النفسية، وهي مدربة بمجال اليوغا مع المكفوفين. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح النور ماريات، كيفك اليوم؟ الحمد لله الحمد لله. يعني لما نقول يوم العصا للمكفوفين عم نحكي عن نهار أو عم نحكي عن فترة ممتدة من وقت لوقت معين، ومين طلع بهيدا النهار؟ أول شيء حبيت كتير مقدمتك، أنه جد نحن هالقد فئة المكفوفين يفترض كمجتمع هالقد نتطلع فيها ونبلش نشتغل ونضوي الصحة النفسية، الصحة المجتمعية لهيدي الفئة. يوم العصا البيضاء هو يوم عالمي أعلنته الأمم المتحدة، بلش ب 46 ب 1946، هو مش اليوم، هو مش جديد. وبسنة 48 الأمم المتحدة والاتحاد العام للمكفوفين أعلنوا يوم عالمي بعنوان اليوم العصا البيضاء، الكان بلانش. ليش يوم العصا البيضاء؟ لأنه هيدي رمزية المكفوف، إنه هو موجود، انه انتبهوا هو عم بيقطع الطريق. هذا الشخص فينا نكون عم نتعاون معه او نساعده بالمجال المجتمعي. ومن هون انطلقت لمبادره اللي هي الحقوق المجتمعيه. ونحن كمعالجين نفسيين من وجودنا بالمؤسسات، يعني انا كدارين من 18 سنه لليوم بشتغل مع المكفوفين والصم. رسالتنا هي الصحة النفسية للمكفوفين، مثل ما كان معلن يوم العصا البيضاء هو الوعي المجتمعي للقانون وللحقوق، في وعي نفسي كنا عم نبلش فيه وما زلنا، ونحن اليوم بهيدي المبادرة كمان موجودين فيها للوعي الصحة النفسية عند المكفوف بين هلالين الصحة النفسية الشاملة. هيدا اللي بدي أحكي فيه، لما نقول الصحة النفسية يعني نحن منقول إنه المكفوف يعني شخص مثلنا مثله. صحيح. عادي، ليه بده يكون في عنده هيدا الشيء الخاص فيه يلي هي الصحة النفسية؟ هل إذا شخص خلق مكفوف بيفرق عن شخص أصبح مكفوف فيما بعد، أو تعرض لشيء معين أو لحادث أو أجبره أنه هو صحيح يفقد نظره؟ يعني هون عم تفرق القصة. صحيح. أو هو بكل الأحوال بحاجة العلاج النفسي للمكفوفين ماريات، هو في شيء تميز مختلف. يعني المعالج النفسي بيقدر يشتغل مع الكفيف، ولكن بده يكون هالقد سبيسياليزي، بيعرف أنه أحيانا الأباري بسيكولوجيك، الجهاز النفسي عند الكفيف يختلف بالإدراك المعرفي والإدراك الشامل، لأنه دائما الحياة المكفوف هي داخلية، هي من جوا لجوا أكثر من برا لجوا، لأنه اليوم البصر هو بيساعدنا أحيانا نحن نكون عم نشتغل بالإدراك المعرفي الكامل المتكامل. عشان هيك التخصص بالعلاج النفسي للمكفوفين أنا بقول لازم يكون موجود بالجامعات وعنا يدرس. يعني فإذا هو يختلف عن المعالجة النفسية العادية، خاصة إذا كان الكفيف اللي هو تعرض لحادثة عمره 3 سنين ل6 سنين، وفي فرق بين ولد كفيف وفي فرق بين أنه صار عنده كفف بعد يعني 12 سنة أو حتى بعد العشرين. بعد العشرين، لأنه من 3 ل6 بدراستنا النفسية كل الصور اللي هي خاصة أم وبيو بينساها على المدى البعيد. وهون بيصير في عنا تروما نفسية عند المكفوف، أنه أنا بدي أتذكر صورة أم وبي. فمنشتغل على نحن الحواس اللي هي مش البصرية، اللي هي منصير نشتغل على الإحساس الداخلي، ومنرجع منقول له مش مهم الصورة بمحل معين. بينما الكفيف اللي هو منذ الولادة هو أهون، ما بيقطع بالتروما تعيد 3 سنين ل6 سنين، بينما هو بيعرف أنه أمي أنا بلمسة، هي أمي، هي الحياة. فالكفف هو بيعتبره هو بحياته اليومية، فبتكون أسهل. عنده صعوبة أكيد بممرات الحياة اللي هي استقلاليته، مثله مثل اللي عنده كفف أكسيدنتال، ولكن بيكون أخف وطأة على أنه أنا شفت
وبطلت بس بطلت تشوف خاصة الصور اللي هي الوالدية. عشان هيك نحن كمعالجين نفسيين هون بنشتغل على الفانتازم، وهون بيختلف بين معالج مختص مع المكفوف ومعالج عم بيشتغل ان جنرال. لما بنقول مختص مع المكفوف يعني غير انه حضرتك معالجة نفسية لكل الناس، يعني هل في تخصص معين الواحد بده يدرسه؟ صحيح. هل في شيء معين الواحد لازم يكون على دراية فيه؟ لانه حضرتك عم تقول انه يمكن ما عندنا اياه بالجامعات هيدا الشيء. نحن عندنا دي فورماسيون بتنعطى مثل دورات مثل ورش عمل، او بتروحي كمعالجة نفسية بلبنان تقولي أنا بدي أعمل استاج بهيدي المؤسسة، فهدف المكفوفين. بس ما بيكون في مرافقة لا كيف نحن ندرس الأباري بسيكولوجيك، بينما برا لا، في بالجامعات يعني مثلا أنا دارسة برا اللي هو تخصص للمكفوفين، اللي هو جامعة فيها مكفوفين، حتى الدكاترة مكفوفين، اللابوراتوار هو سبيسيفيك التستات بتكون للمكفوفين. فبتصير تتدربي كيف تتميزي بعيادتك او بالمؤسسات، كيف تشتغلي ما تطولي المسار العلاجي وتفوتي دغري بالاباري بسيكولوجيك عند الكفيف وبتصيب الهدف، لانه الكفيف شوي نفسه اضيق من الاشخاص اللي هن مبصرين، لانه بيكون بده الخلاص بمحلات معينه. عشان هيك تخصص للمعالج النفسي هو هن على درايه انه في هيدا الشيء متوفر وموجود وبيقدر يساعدهم. بتعرفي يمكن مش كل الناس بتعرف انه هي، مش كل العالم، المؤسسات الحاضنه الرعائيه الحاضنه للكفيف بتعرف، صارت واعيه، وهذا شيء منيح. حتى المجتمع المدني اللي هو مختص بهذا المجال، بينما احيانا مجتمع الجامعات والتخصصات لا، منا على درايه. فانا اكيد بطلق هيدي مثل هيدي التوعيه، انه لا لازم يكون عندنا هيدا التخصص ويكون سبيسياليزي، مش كفورماسيون سبيسيفيك، يكون عن جد سبيسياليزي، يعني كادر سبيسياليزي بهذا الدومين. وحضرتك قلتي انه انت ايضا مدربه بمجال اليوغا مع هالفئه من الناس، كيف بتساعد اليوغا المكفوف؟ انا اشتغلت باليوغا، ولكن انا معالجه نفسيه من خلال اليوغا، حتى مني مدربة كتدريب مباشر. حتى العلاج النفسي هو بفوت من تقنيات اليوغا من خلالها، ونحن بلشنا فيها وقت ما دمجت العلاج النفسي باليوغا من خلال مساحة نونايدا. هي مساحة نونايدا العلاجية اللي أنا مؤسستها، بتشتغل على كل شيء اسمه علاج نفسي من خلال اليوغا، للصم من خلال لغة الإشارة، للمكفوفين اللي هي من خلال لغتهم الخاصة، والمبصرين، أنا ما بحب أقول العاديين، والمبصرين وأي فئة تانية. طبعا لأنه كلهم عاديين. صحيح، لأنه أحيانا بنطلق كلمة العادية فبتكون قاسية كتير، فلكل الفئات. بتميز العلاج باليوغا للمكفوفين، وخاصة هلأ بانطلاقتنا حملة نحن عاملينها بنونايدا مع ناو يوغا سنتر لليوغا، هي بشوفك بقلبي، لأنه أحياناً كتير بنسمع على المكفوف بنقول له فرجيني من دون ما ننتبه، ليه عم شوفك بقلبي، فطلعنا هيدي التسمية أنه عن جد بشوفنا من قلبه. حلوة هيدي التسمية على كل حال. وفي قلتي لي كمان دارين أنه في شيء عم تشتغلوه نهار التنين. صح. إذا بتخبرينا أكثر عنه. صح، نهار التنين عاملين مثل تشبيك نحن وناو يوغا سنتر بعلي نونايدا المساحة العلاجية، ناو يوغا سنتر ومع مؤسسات الرعاية بقسم الهدى، مع المكفوفين عاملين مثل نشاط، لبل هو إذا بدك رزمة عمل متشابكة ببعضها، علاج نفسي تفريغي، جلسة يوغا، واللي هو اكتساب من المكفوفين لقلنا، مش بس نحن نعطيهم ولكن منهم. كمان ناخد منهم، وتحت عنوان بشوفك بقلبي. حلو كتير هيدا الشيء دارين، يعني اليوم هيك عم نقدر نخلي الأشخاص يلي بالنسبة لكتير ناس يمكن هني على هامش المجتمع أنه لا هني موجودين، هني عندهم حياتهم، وهني عندهم بيئتهم الحاضنة، وهني عندهم الناس يلي بحبون ودهراتهم. يعني ما لازم أبدا هيك نتطلع بطريقة مختلفة. صحيح. خليني أقول وحبيت كتير أنه المبصر والكفيف يعني كمان هيدا دليل على أنه
انه الدمج 100% عم نقدر ندمجهم بالمجتمع بطريقه او باخرى. اليوم اصعب قلتي انه بتكون هيك شوي عنده ضيق نفس اكثر من المبصر، ولكن اسهل له انه يفتح قلبه ويحكي ويتشارك همومه معك من المبصرين؟ الأسهل هو دايما المكفوف. الأسهل إنك وقت ما يحس بالثقة في نبرة صوت بنستعملها، بعرف عن فوتك بالتفاصيل، بس المعالج النفسي بنتدرب على نبرة صوتنا مع الكفيف، ففي نبرة صوت هي بتخليه يفتح قلبه. فنحن بنستعمل احيانا، ما فينا نستعمل تغيير الاوتار الصوتيه من خلال جلساتنا العلاجيه، عشان هيك عم بقول لك سبيشاليزي. ف ايه بس ياخد الثقه منك بيفتح قلبه على السريع، فبيكون العلاج كتير سريع قد ما كان عنا نطقات ترك الزمن او وجع حامله بجسمه بفكره بقلبه، بيفتح قلبه دغري وبصير الثيرابي سريع، خاصه اللي هن اعمارهم بعد ال 14 سنه. بيكونوا صاروا عم بيوعوا انه انا كفيف، لانه تحت ال 14 سنه مريات بيكون ما بيعرف انه في مبصر وفي كفيف، بيعرف انه انا وخاصه الكفيف الكلي يعني اللي هو منذ الولاده. فعشان هيك بعد ال 14 مثلا في بقول له انا عم بشوف، بقول له شو انا عم بشوف، هون بتخلق عنده هول البتيت هوم الاسئله كمان والاسئله يعني. وبتعمل له انه ليه هو بشوف انا لا، شو يعني بشوف. واسهل انه يبلشوا العلاج خليني اقول بعمر المراهقه، لانه عم تقولي بيوعوا اكثر على انه بشوف صح. او ما بشوف، او انه لا بعد ال 20 بتصير اصعب. دايما العلاج مبكر اكيد افضل، عشان هيك عاده الكفيف ما بيندمج دغري بمدرسه، بيكون بمؤسسات حاضنه، انا بسميها مؤسسات حاضنه. والمؤسسات الحاضنه من 23 سنه لليوم، وقت ما طلعت الفرق التخصصيه علاج نفسي انشغالي نطق كل هول، صار في فرق داعمه، فصار في وعي انه نحن ندعم المكفوف قبل ما يروح على العياده اللي عندنا لبرا. عشان هيك العمل المؤسسات العياده داخل المؤسسه هو اهم احيانا من العياده برا، لانه ليوعوا الاهل انه انا ابني كفيف لاخده عند معالج بتاخذ وقت، هذا اللي كنت عم بقول، بينما داخل المؤسسات بيحضنوه بيساندوه اسرع، صارت اسهل. وبيبقى هون اكيد للمكفوف اذا في عندنا هون مثله مثل اي شخص بحاجة لمتابعة عيادية بتحول لبرا، وبيكون العلاج عياديا على المدى القصير أو البعيد. يعني يعطيك ألف عافية دارين، حلو كتير الموضوع اللي دوينا عليه اليوم، وحلو الشغل يلي حضرتك عم بتقدميه على كل المستويات مع المكفوفين. يعطيك ألف عافية. ميرسي بوكو. شكرا كتير لك دارين.